اعزف على وتر الناس اللي عاشوا في الريف او الناس عموما اللي في مصر لتحسين المغبه بتاعها. ايه هو الوتر؟ ان انا بشتغل على النوستالجي او ذكريات قديمه. كلنا في الريف كنا بنلعب واحنا اطفال، فبنلعب العاب معينه بنكبر وتبقى في ذاكرتنا تماما. الماضي عندي بيمثل جزء انا، النقاد قالوا ان ايمن السمر اللي بيمد ايده في الماضي يجيب حاجه يحط عليها بصمه معاصره او يدخلها في سياق معاصر. فانا بستمتع ان انا بخرج بعض العناصر وبعض الصور البصريه من سياقها العام وادخلها في سياق جديد خالص. الجدران عندنا في مصر مليئه بالتفاصيل، انا ما اتكلمتش على حضارات المتراكبه ولا العظمه اللي عندنا، بتكلم بس مجرد الجدران في مصر اللي تأملها كويس مع الريتش كلر والغنى اللوني والغنى الاسطح، فيلاقي فيها حاجات كتير جدا. منها مثلا كنت وانا صغير الاقي لعبه معينه الناس بتسجلها على الحيطه او ترسمها زي رسوم الحج مثلا، زي اي مناسبه، والفلاح كان بيلون البيت بتاعه الوان جديده، وبعدين كلها مرتبطه بذكريات السكن، يعني ابنه بيتجوز، هو بيطهر البيبي، راح يحج وراجع. الطبقات دي بتتراكم على بعضيها بتعمل توناليتي او درجات تكون غايه في الجمال عليها كلها وقت، كل طبق وقتها وواحد يغطيها. فلما عمل التعريه الجديده بتشيل اجزاء بنلاقي توناليتي امبليفبل، او يعني مش معقول جماله اللي يتأمله كويس يبقى مستمتع بصريا. فانا قلت مش هعمل باليت اوروبيه ولا باليت، انا هشتغل على باليت مصر، وهي ده اللي بيخلي اللون عندي ما هواش مزعج، وانا مش بيشغلني القدره اللونيه انها تفضل تسرد. انا بستمتع بان انا ابدد للجمهور جمله بصريه تشكيليه هو نفسه عايش جواها، لان انا عشت في بيوت الريف دي وعارف كويس جدا جمال عامل ازاي. فبيتلمس مع الناس فكره ان اللون ده مخصوص اقرب للون الباستل والطباشير شويه والجيريه الالوان الجيريه. فاللوحه دي موضوعها بيتكلم على ثلاث اطفال بيلعبوا، احنا لعبنا بالتوق وبالعجله، وكنا اوقات نلاقي حاجات على الحيطه نلعب اللي يكمل مربع زي الشطرنج وزي السيجا. فالالعاب دي انا حبيت اخدها من ساقه واخرجها احطها للاطفال كانهم بيلعبوا حواليها، واللي يفوز هيطلع له نصيب من اللعبه او ياخد هو الجائزه الكبيره.